رعى سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن الرياضة الروحية لتجمع أخويات سيدات الروم الملكيين الكاثوليك في المملكة، وذلك في كاتدرائية القديس جوارجوس في منطقة أم السماق بعمان، حيث انطلقت هذه الفعالية بالصلاة الافتتاحية والبركة بحضور عدد من الآباء الكهنة الأجلاء. ثم ألقت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نيوسات كلمة تضمنت شهادة حية من تجربتها الشخصية، حثت من خلالها السيدات على عيش دورهن الحقيقي في الحياة. أنا ما بنكر إنك أنت بحاجة لحدا يحفزك ويدعمك كمان مش لحالك. أنا بآمن إنه أنت لازم يكون عندك سند، بس كيف بدك تلاقي هذا السند؟ في ناس ممكن بتحبك، لما أنت بتتحدثي قدامهم عن طموحك وأحلامك وأمالك وبدي أعمل هيك وحابة أسوي هيك، اللي قدامك إذا بتشوفيه إنه استوعب حماسك وتحفيزك وشجعك، هذا الشخص أو هدول الأشخاص لازميهم وكوني معاهم، لأنه أنت بحاجة لهذا الدعم ولهذا السند اللي بيهبط أحلامك وبيهبط عزيمتك تعدي عنه. كما قدم المرشد الروحي للأخويات في الأردن الأرشمندريت نادر صوق محاضرة روحية قيمة بعنوان منهج المحبة في حياتنا الروحية. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. إذن أربعة كلمات: واحد، اقرأ، اقرأ كتابك المقدس. اثنين، اسمع. ثلاثة، احفظ، احفظ أي اعمل بها. رابعا، لأن الوقت قريب. رابعا، استعد. يا أحب الأشياء المنكسرة، الأشياء المنكسرة لا قيمة لها، مزهرية فاصة انكسرت لها قيمة، ولكن ما أثمن القلب المنكسر المنسحك أمام الله، ما أثمن القلب المنكسر والمنسحك أمام الله. التوبة قلب منسحك، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله.